اوكي، وصلنا عند الكونسبت 17.2 اللي رح يحكي لنا هلا عن الترانسكريبشن. طبعا بعد ما حكينا مقدمه عن الدي ان اي او الجين اكسبريشن بشكل عام، وكيف انه له مرحلتين اللي هم الدي ان اي ترانسكريبشن تو ام ار ان اي اند ذن ترانسليشن، اوكي بعدين نعمل ترانسليشن حتى نصنع بروتين. هلا صار وقت انه ندخل بتفاصيل الترانسكريبشن. اول إشي رح نحكي عنه اللي هو الترانسكريبشن بشكل مفصل، والفيديو اللاحق ان شاء الله رح يحكي عن الترانسليشن. طبعا احنا بنعرف انه المسنجر ام ار ان اي اللي رح ياخذ الانفورميشن من الدي ان اي للرايبوسومز هو عباره عن ترانسكريبشن يونت او ترانسكريبشن ار ان اي فروم ذا تمبلت ستراند اوف ا جين. يعني احنا عملنا ترانسكريبشن للتمبلت اللي موجود على الدي ان اي، هو واحد من الستراند تبعت الدي ان اي. اسم الإنزيم اللي بيشتغل بهاي العملية هو إنزيم الـ RNA بوليمريز، وهذا الإنزيم إنزيم الـ RNA بوليمريز بيشبه الـ DNA بوليمريز بشغلة إنه الـ RNA بوليمريز كان only a simple a polynucleotide in the 5 prime to 3 prime direction. اتفقنا بيقرأ من 3 برايم ل 5 برايم، ولكن يكتب من 5 برايم إلى 3 برايم. فبالتالي the newly formed RNA molecule is formed from the 5 prime to 3 prime direction. ولكنه بيفرق عن الدي ان اي بوليمريز بانه الار ان اي بوليمريز ار ايبل او الار ان اي بوليمريزز ار ايبل تو ستارت فروم سكراتش، يعني ما بيحتاجوا لبرايمر. احنا حكينا سابقا انه الدي ان اي بوليمريز ما برضى يشتغل فروم سكراتش، فعشان هيك بيجي انزيم اسمه برايميز بعمل له برايمر، بينما الار ان اي في هاي الحاله لا، مو بحاجه لبرايمر. طيب شو هي المكونات اللي لازم تكون عندي حتى اقدر اني اعمل RNA transcript أو بقدر أني أعمل عملية الترانسكريبشن بشكل عام؟ أول إشي لازم يكون عندي تملت ستراند أكيد صح؟ تاني إشي لازم يكون عندي بروموتر، شايفين هاي بروموتر. بروموتر is a specific sequence of nucleotides along the DNA that marks where gene transcription begins. Okay. إذا البروموتر هو لازم يكون موجود حتى نعرف وين بداية عملية الترانسكريبشن راح تصير، تمام؟ وعندي بالنهاية تيرمينيتر عشان ينهي لي عملية الترانسكريبشن. إذا إحنا عنا بروموتر وعنا تيرمينيتر. البروموتر هون بتصير البداية والتيرمينيتر بنهي العملية. طبعا لازم نميز بين مصطلحين، كلمة أبستريم وداونستريم. مثل ما أنتوا شايفين داونستريم لما أمشي من 5 برايم ل 3 برايم دايركشن، فأنا عم بمشي بالداونستريم دايركشن، تمام؟ فبالتالي التيرمينيتر رح يكون داونستريم مقارنة بالبروموتر، والبروموتر رح يكون أبستريم مقارنة للتيرمينيتر. فكل ما رحت باتجاه التيرمينيتر أنا عم بمشي لداونستريم، وكل ما رحت باتجاه البروموتر أنا عم بمشي أبستريم. واضح هيك؟ خلاص. فلما بدي أحكي عن علاقة التيرمينيتر بالبروموتر بحكي the terminator is downstream of gene، أوكي؟ بينما البروموتر is the upstream، أوكي؟ is in the upstream direction. طبعا the stretch of DNA that is transcribed into an mRNA أو RNA molecule is called transcription unit. يعني هاي المنطقة اللي رح يصير لها transcription بنسميها شو؟ transcription unit. طبعا الانزيمات اللي موجودة بالبكتيريا وبالكائنات الحقيقية النواة بتختلف من كائن لكائن. هلا الانزيمات اللي موجودة بالبكتيريا عبارة عن RNA بوليمريز واحد بيصنع mRNA molecules as well as ribosomal RNA، لانه انا بدي RNA molecules تكون messenger RNA وبدي RNA molecules تكون ribosomal RNA او انها تكون tRNA للترانسليشن بعدين، اوكي؟ فاذا ال RNA مش دائما وظيفته يكون مسنجر ار ان اي، في اكثر من وظيفه، ولكن بحكي لك بالخليه بدايه النواه زي البكتيريا بتحتاج بس نوع واحد من الار ان اي بوليمريز حتى تصنع كل انواع الار ان اي تبعتها، بينما في الخلايا حقيقيه النواه مثل خلايا الانسان عندنا انواع من الار ان اي بوليمريز، عندنا 1 2 و3 بالنيوكليوي. مين عندنا؟ عندنا الار ان اي بوليمريز 2
RNA بوليمراز 2 عنا هو المسؤول عن عملية الترانسكريبشن وعن إنه يحول ال عن إنه يحول عن انه يحول او انه يصنع لي ام ار ان اي من الدي ان اي. بينما عندي الار ان اي بوليمريزز 1 اند 3 هذول بيصنعوا الار ان اي موليكيولز الثانيات اللي مش رح تتم ترجمتهم لبروتينات. اذا عندي ار ان اي بوليمريز 2 اند ار ان اي بوليمريز 1 و 3 1 و 3 للاشياء الثانيه. 2 هو اللي بده يصنع لي الام ار ان ايز اللي رح تتصنع بعدين لبروتينات. بينما بالبكتيريا لا ما في عندي هذا الاشي. تمام نيجي لهي الصورة هلأ. طيب هلأ عملية الترانسكريبشن بتنقسم لثلاث فروع. أول إشي اللي هي الانيشياشن، بعدين الانجيشن، وآخر شيء الترمينيشن. بدنا نبدأ هلأ بالانيشياشن of this process. RNA polymerase binding and initiation of transcription. بدنا نعرف كيف RNA polymerase بربط وكيف بتبدأ عملية الترانسكريبشن. طبعا احنا اتفقنا انه لازم يكون عندي بروموتر حتى انها تبدأ عملية الترانسكريبشن. جوا البروموتر عندي منطقة هون اسمها الستارت بوينت. هيا ستارت بوينت. تمام الستارت بوينت او الستارتنج بوينت اللي بدكم اياه فور ذا ترانسكريبشن اوف ا جين. هي المنطقه بتمثل بدايه الترانسكريبشن. تمام كمان البروموتر فيه بايندينج سايت اوف ار ان اي بوليمريز سيفرال دوزن نيوكليوتايدز ابستريم اوف ذا ستارت بوينت. اوكي سيفرال دوزن نيوكليوتايدز ابستريم. ابستريم يعني لوين؟ يعني رايحين بالاتجاه المعاكس لاتجاه النسخ. يعني هيك several dozen nucleotides رح يجي المحل اللي بربط فيه مين؟ اللي بربط فيه ال RNA polymerase. فبالتالي البروموتر it contains the starting point وكمان فيه المنطقة اللي رح يربط فيها ال RNA polymerase لحال. هلا بالنسبة للخلايا البروكاريوت مباشرة ال RNA polymerase بربط في السايت تبعه وببلش شغل. بينما هذا بالبروكاريوت. بينما في اليوكاريوت مثل خلايانا احنا بنحتاج انه يكون عندنا بروتينات معينة اسمها أنا بذكر إني طفيته الإنترنت. أوكي بينما في اليوكاريوتس مثل خلايانا احنا بيكون عندنا بروتينات معينة اسمها ترانسكريبشن فاكتور. مثل ما أنتوا شايفين بالصورة هيهم لونهم نهدي. الترانسكريبشن فاكتورز هدول رح يجوا يربطوا في ال RNA رح يجوا يربطوا قبل ما يربط ال RNA بوليمريز. بعديهم رح يجي يربط ال RNA بوليمريز ويبلش عملية الترانسكريبشن. طبعا بدنا نلاحظ مرة تانية انه انا عندي تمبلت ستراند and كودينج ستراند. الكودينج ستراند هي النون تمبلت ستراند. تمام تمام اذا اتفقنا انه عندي البروموتر. البروموتر يحتوي على ستارتنج بوينت ويحتوي على البايندينج سايت لل RNA بوليمريز. هلا بالخلايا البروكاريوتس ال RNA بوليمريز بربط مباشرة، بس باليوكاريوتس مثل خلايا أنا بنحتاج لترانسكريبشن فاكتورز. الترانسكريبشن فاكتورز هدول بيجوا بربطوا وبربط بعديهم ال RNA بوليمريز وبتبدأ عملية الترانسكريبشن. طبعا البروموتر يحتوي ايضا على شيء اسمه ترتيب معين من النيوكليوتايدز. هم عباره عن ثيامين وادينين اسمهم التاتا بوكس. هو عباره عن 25 نيوكليوتايدز اوكي من الادينين والثيامين، وبيكون بالعاده ابستريم لنقطه البدايه. اذا كانت نقطه البدايه هون لما اروح بعكس اتجاه النسخ، يعني لما أروح بعكس اتجاه النسخ يعني للشمال بهي الصورة، أنا عم بروح على التاتا بوكس، فأنا عم بمشي upstream. أوكي upstream. تمام هلأ ننتقل لعملية الـ elongation of the mRNA strand. أوكي هلأ الـ RNA polymerase لما بده يشتغل إيش بعمل؟ بعمل untwisting للـ DNA double helix. بالعادة بمشي 10 ل 20 bases at a time، يعني 10 ل 20 nucleotide بالوقت. فبعدين يصير كمان بيضيف nucleotide على 3 prime end. طيب خلينا نوضح هون. قال أنا بحكي إنه الاتجاه بيكون 5 برايم ل 3 برايم، وفجأة بحكي لكم إنه برتبط بيضيف على 3 برايم إند، وإنتوا أكيد بتحكوا بعقلكم شو بتبرطم هاي. منروح هون. أوكي طيب هلأ إذا حكينا إنه أنا عندي هاي الدبل ستراند دي إن إيه. تمام هلأ شو بعمل؟ هلأ الـ RNA حكينا أنه أنا عندي الـ RNA بوليمريز. كيف الـ RNA بوليمريز رح يمشي؟ حكينا أول إشي بفصل الـ DNA عن بعضهم. تمام
هاي فصلهم عن بعضهم بهاي المنطقة، وهون لسه مشلبكين. هو بفصل المقدار هذا اللي فصله، المسافة هاي عبارة عن 10 لـ20 بيزز، تمام؟ يعني 10 لـ20 قاعدة مشى، تمام؟ هلأ 10 لـ20 بيزز، تمام. هلأ لو كانت عندي هاي الستراند، التمبلت ستراند هي هاي اللي بدي أعلمها بالأحمر، تمام؟ اللي بدنا نبلش نشتغل من عندها، أوكي؟ وكانت هاي الفايف برايم إند إلها، وهي الـ 3 برايم اند. فبالتالي الـ RNA بوليمريز كيف رح يمشي؟ رح يمشي هاي، رح تكون هون مقابلها 5 برايم وهون 3 برايم، صح؟ بده يمشي هيك معناته الـ RNA بوليمريز بهذا الاتجاه، تمام؟ فهو زي كأنه أنا بلشت من 5 برايم، بس هاي المنطقة 3 برايم بالنسبة للـ 5 برايم هاي، أوكي؟ فلما أضيف عليها بحكي إنه أنا عم بضيف على 3 برايم إند. فهذا معنى جملة إنه الـ RNA بوليمريز بضيف على 3 برايم of the growing end of the growing strand. فما بدنا نلخبط فيها هاي الجملة، أوكي؟ الجملة معناها إنه عم بضيف على 3 برايم إند، ولكن أنا ماشية بالاتجاه من 5 برايم إلى 3 برايم. بالعادل الترانسكريبشن الريت تبعه باليوكاريوت بيكون 40 نيوكليوتايدز بير سيكند، بالثانية الوحدة بنعمل 40 نيوكليوتايد، اوكي؟ ونفس الجين بيقدر يعمله ترانسكريبشن سيفرال ار ان اي بوليمريزز، يعني ات ا تايم بالوقت الواحد انا ما بلاقي بس ار ان اي بوليمريز واحد على الجين، ممكن الاقي اكثر من ار ان اي، واحد منهم بيمشي لهون بيروح على هاي الجزئيه من الدي ان اي، والثاني بيجي ببلش من هون، اوكي؟ فبدنا نتفق انه في ممكن الاقي اكثر من ار ان اي بوليمريز بيشتغلوا بنفس اللحظه، اول ما يخلص واحد من الجزئيه اللي هو بيشتغل فيها بيجي واحد ثاني ببلش يشتغل. هذا الشيء بيساعد الخليه to produce a huge amount of proteins بالنهاية، تمام؟ طيب هلأ بدنا نشوف الإلونجيشن كيف بصير عشان نسهل على حالنا. أول إشي بدنا نطلع هون، شايفين الصورة؟ إحنا عنا الـ RNA بوليمريز، هاي الدائرة النهدية الكبيرة عبارة عن RNA بوليمريز، واللون الأحمر اللي هو الـ Growing RNA Chain. إذا أنتوا شايفين إنه العملية بتتم من 5 برايم هيو على الـ RNA، في عندي هون 5 برايم لـ 3 برايم دايركشن، أوكي؟ هلأ الـ 5 برايم لـ 3 برايم دايركشن شو قصدي فيها؟ قصدي فيها إنه أنا عم بمشي داون ستريم، تمام؟ اتفقنا على هذا الإشي؟ طيب هلأ خلال ما يمشي الـ RNA بوليمريز بصير يطلع الـ RNA اللي نتج منه، زي انه بصير الـ RNA يطلع برا، يطلع برا مثل ما انتم شايفين بالصورة ومثل ما رح نشوف هون. انا تعمدت اني اجيبها بهذا الشكل حتى ان نفهم شو اللي عم بصير. شايفين الجزئية الحمراء هون، اللون الاحمر هاد كيف عم بطلع؟ نفس الاشي. اذا حابين تشوفوا مور فيديوز بيكون كتير اشي حلو، تمام؟ هلأ هاي الصورة GIF بتوضح لي كيف انا فصلت النت وهذا، اوكي. اوكي نو انترنت كونكشن، بدنا نعتذر منكم. اوكي طيب الصورة الثانية كانت بتوضح لي عشان نختصر على حالنا وما نغلب حالنا، انه مثلا رح اشرحها هون. اذا كانت عندي هاي الجهة حاليا عم بتم الشغل عليها، لما نمشي للجهة اللي بعديها اللي هي هاي الجهة بترجع بتلف مثل ما كانت سابقا، الدبل سترانز برجع بلفوا على بعض، اوكي؟ بس هاي الفكرة، وهدول بيرجعوا بصير لهم unwinding، اوكي؟ ولما نخلص شغل فيهم برضو بيرجعوا بلفوا. هاي هي الفكرة اللي كانت موضحتها بالـ GIF اللي ما رضيت تفتح، تمام. طيب هلا بدنا ننتقل لآخر خطوة من الـ transcription. هلا بالعادة بالبروكاريوتس الـ transcription بضل مكمل until after the RNA polymerase transcribes a terminator sequence in the DNA. احنا اتفقنا انه رح يكون عندي بروموتر ورح يكون عندي لاحقا تيرميناتر. فبالخلايا بدائية النواة مثل البكتيريا مثلا، رح يضل الترانسكريبشن ماشي لحد ما نوصل للتيرميناتر. لما التيرميناتر يصير له ترانسكريبشن خلص بيوقف الـ RNA بوليمريز وبتخلص عملية الترانسكريبشن، تمام؟ طيب هلا طبعا الـ RNA بوليمريز
اللي بيطلع من الخلايا البروكاريوتس بالعادة ما بيحتاج additional modifications مثل اللي موجود باليوكاريوتس، فبالتالي no further modifications before translation are needed in prokaryotes. فبالتالي مباشرة ال RNA مباشرة بيطلع، يعني بيكون اسمه mRNA ودغري بيصير له translation، بينما في الخلايا حقيقية إنه ال RNA اللي نتج بنسميه بري ام ار ان اي، اوكي بري ام ار ان اي اور برايمري ترانسكريبت. هذا البرايمري ترانسكريبت بحاجه انه يصير عليها تعديلات، بس خلينا هون نوضح كيف تنتهي عمليه النسخ. احنا حكينا بالبروكاريوتس لحالها بيصير في ترانسكريبشن للتيرمينيتر وبتنتهي العمليه عند هذا الاشي، تمام. طيب اما بالخلايا حقيقيه النواة البري ام ار ان اي بيصير كليفج عن الار ان اي تشين اند ار ان اي بوليمريز بيكمل العملية. كيف يعني؟ اوكي شو ببرطم انا؟ انا بحكي التالي، ننزل هيك. اوكي هلا لو كان عندي انا هاي RNA growing RNA وهي التمبلت ستراند تبعته، تمام. اوكي هلا احنا وصلنا يعني خلص انتهى ال RNA اللي بدي اياه، بس البرايمز قصدي البوليمريز بيكمل الترانسكريبشن، بيكمل الترانسكريبشن، فبصير بعدين ترانسكريبشن لسيكونس معين على الدي ان اي اسمه البولي ادينيليشن سيجنال سيكونس. اوكي فلو فرضت انه هاي هي البولي ادينيليشن سيكونس، بولي ادينيليشن سيجنال سيكونس، بولي ادينيليشن سيجنال، بولي ادينيليشن سيجنال، بولي ادينيليشن، هاي نقطة ادينيليشن سيجنال. بولي ادينيليشن سيجنال ايش الفكرة فيها؟ البولي ادينيليشن سيجنال الفكرة فيها انه هي زي كأنها بتحفز لي بعديها انه الـ mRNA، انه الـ RNA البرايمري ترانسكريبت هاد يفصل عن الـ DNA وتنتهي عملية الترانسكريبشن. اوكي طب شو هي البولي ادينيليشن سيجنال؟ البولي ادينيليشن سيجنال عبارة عن AAU A A A، هاي البولي أدينيليشن سيجنال. أوكي تعطيني السيجنال هاي على الار ان اي. يعني نعيد شو حكينا؟ حكينا انه احنا عنا على الدي ان اي لما ينتهي الترانسكريبشن للام ار ان اي، الار ان اي بوليمريز ما بيوقف الترانسكريبشن، اوكي بيضل يكمل لحد ما يوصل لسيجنال معينة اسمها البولي أدينيليشن سيجنال اللي بتعمل كودز فور هدول النيوكليوتايد على الار ان اي. يعني هذا هون هو عبارة عن هدول، تمام؟ AAU AAA، تمام؟ هلأ هون بعد هذا السيكونس، بعد ما يطلع على RNA هاد، بعديها بعشرة لخمسة وثلاثين نيوكليوتايدز بتجي بروتينات معينة بتهاجم البري mRNA هاد وبتقطعه عن البوليمريز، أوكي؟ بس برضو بعد ما ينفصل الـ mRNA عن البوليمريز، البوليمريز بيكمل ترانسكريبشن for hundreds of nucleotide. طب كيف بده ينتهي الترانسكريبشن هيك؟ أنا شايفة إنه البوليمريز قاعد عم بيكمل ترانسكريبشن، ولكن عادي تستمر هاي العملية، بتستمر هاي العملية حتى البوليمريز لحاله will eventually fall off the DNA. يعني البوليمريز لحاله آخر إشي خلاص بيوقف العملية، أوكي؟ تمام. اذا البولي ادينيليشن سيجنال شو هدفه؟ لما يطلع الـ AAU AAA على الـ RNA او البرايمري ترانسكريبت او البري ام ار ان اي، شو بصير؟ بصير انه بعديها ب 10 ل 35 نيوكليوتايدز راح تجي بروتينات وتقطع البري ام ار ان اي عن البوليمريز، فبالتالي بضل البوليمريز لحاله، البوليمريز لحاله بيكمل شوي تقريبا 100 نيوكليوتايد، اوكي او 200 او 300 حسب هو شو بده، بعدين بيوقف لحاله لانه بفصل عن الدي ان اي. طبعا هذا الحكي بيصير بالخلايا حقيقية نواة، بينما في البروكاريوتس حكينا انه اشي عندي اشي مميز، الاشي تبعها انه هو على الترمينيتر خلص بيوقف، تمام. طيب هلأ اوكي جهز عندي بري ام ار ان اي باليوكاريوتس،
هل يستطيع هذا البري ام ار ان اي مغادرة النيوكليوس مباشرة؟ الإجابة هي لا، إنه ما بقدر يغادر النيوكليوس مباشرة. طيب شو محتاج؟ محتاج لثلاث أنواع من التعديلات. هلأ ضروري هون أنبه إنه الام ار ان اي اللي بنتج عن البروكاريوتس بعد عملية النسخ مباشرة بقدر يصير له ترانزليشن، يعني ما بيحتاج لأي موديفيكيشن، أوكي؟ بالعكس حتى أثناء عملية النسخ ممكن نلاقي الترجمة بلشت، يعني الإشي اللي بيطلع من الـ RNA بوليماريز ناتجه ببلش يصير له ترانزليشن مباشرة، يعني هذا اللون الأحمر ممكن ألاقي رايبوسوم رابط في الفايف برايم إند ومبلش ترجمة، أوكي؟ هذا الحكي في البروكاريوتس فقط، بينما في اليوكاريوتس لا، أنا لازم لي موديفيكيشن. ليش؟ لأنه أنا جوا النيوكليوس عندي هيدروليتيك إنزيمز ممكن تيجي تحلل لي الفايف برايم إند اللي تعب البوليماريز وهو قاعد بيبني فيها. فشو الموديفيكيشن راح تصير خلال عملية الترانسكريبشن؟ أول ما تطلع عندي الفايف برايم إند بتجي الإنزيمات معينة بتغطيها بفايف برايم كاب. طب شو هو الفايف برايم كاب؟ الفايف برايم كاب هو عبارة عن موديفايد فورم أوف جوانين ذات إز أدد أفتر ذا ترانسكريبشن of the first 20 to 40 nucleotides. بنسميه الـ 5 برايم كاب. نشوف على الصورة أوضح من الرسم رح يكون. أوكي، هذا اللون الأصفر هو عبارة عن 5 برايم كاب. بعد ما تتكون أول 20 ل 40 نيوكليوتايدز عن طريق الترانسكريبشن دغري بتم تغطية الـ 5 برايم إند بموديفايد جوانين نيوكليوتايدز، فمسميه الـ 5 برايم كاب. هذا أول تعديل. ثاني تعديل اللي هو البولي إي تيل. البولي إي تيل هذا على 3 برايم إند تبعت البري ام ار ان اي، أوكي؟ على 3 برايم إند. هاي البولي إي تيل عبارة عن 50 ل 250 ادينين نيوكليوتايد بنضيفهم على 3 برايم اند. اذا اول تعديل كان 5 برايم كاب، وثاني تعديل هو البولي اي تيل. تمام، هلا ثالث تعديل، احنا شايفين انه عندنا مناطق هون لونها احمر غامق ومناطق تانية لونها احمر فاتح. البري ام ار ان اي بتكون من اكزونز اند انترونز. تمام، الإكزونز هم الحمرة الغامقة اللي رح تتم ترجمتهم لاحقا، الإنترون هم عبارة عن additional codes إحنا ما بدنا ياهم وما رح يصير لهم ترجمة. تمام، فشو اللي بيصير؟ بيصير إنه لازم إحنا الخلية تقصهم، أوكي، حتى تقدر إنها تكمل، حتى يقدر الـ mRNA إنه يطلع برا النواة. طب كيف بتصير عملية القص هاي؟ العملية بتصير عن طريق إشي اسمه السبلايسوسوم أو بسموه الـ RNA splicing. العملية والإنزيم بيشتغل فيها هو السبلايسوسوم. السبلايسوسوم عبارة عن بروتين مع snRNA. شو الـ snRNA؟ عبارة عن small nuclear ribonucleoproteins. small nuclear ribonucleoproteins. شو هم السمول نيوكليار رايبونيوكليار بروتين؟ هاي هم SNRNBs، هم عبارة عن بروتينات مع الاشي الاحمر هو سمول نيوكليار RNA. فهول منشوف انه في RNAs وظيفتهم انهم يشتغلوا كانزيمات. تمام، طيب هلا السمول نيوكليار RNA سمول نيوكليار رايبونيوكليار بروتينز هدول موجودين بالرايبوسوم بالسبلايسوسومز. السبلايسوسوم شو بيعمل؟ بيروح على الانترونز، اوكي، اللونه احمر فاتح هذا هون، وبيحدد نهايتها وبدايتها وبقصها وبيطلعها برا وبيلحم الاكزونز مع بعضها مثل ما احنا شايفين بالصوره. ببساطه هيك بيشتغل. تمام، طيب بعد هاي التعديلات صار الـ mRNA قادر انه يغادر النواة. طب شو فائدة هاي التعديلات اللي حكينا عنها؟ اول اشي هم سهلوا عملية انتقال الـ mRNA من النيوكليوس الى السيتوبلازم. تاني اشي هم حموا الـ mRNA من الهيدروليتيك انزيمز. احنا حكينا انه جوا النيوكليوس عندي هيدروليتيك انزيم، اذا ما حميت الـ 5 برايم اند بـ 5 برايم كاب رح يتم تحليلها، اوكي. they help the ribosomes attached to the 5 برايم اند of the mRNA. برضو الكاب هذا الـ 5 برايم كاب بيساعد بعدين على ارتباط الفايف برايم اند للرايبوسوم للام ار ان اي بالرايبوسومز عشان تتم عمليه الترجمه. ضل انبه على شيء اللي هو انه عندي ان ترانسليتد ريجنز هون اللي هي اليو تي ار عباره عن ان ترانسليتد ريجن. عادي، هي ريجنز من الاكزونز، الاكزونز ما بيتم قصها، ما بتنقص، هي مش انترونز، هي عباره عن ريجنز بالاكزونز بتكون موجوده لونها احمر غامق ولكن ما بتتم ترجمتها. عادي، هي موجوده كريجوليترز ممكن نعتبرها او اشياء ثانيه جوا هذا الـ mRNA. تمام، هلا مثل ما احنا شفنا بالسبلايسوزوم بالاس ان ار بيز شفنا انه عندي بروتينات وعندي ار ان اي اشتغل شغل الانزيم بهي الحاله، فهدول الاشياء بنسميهم رايبوسايمز. رايبو
زايم. اوكي رايبوزايم هدول عباره عن ار ان اي بيشتغل كبروتين، فوجود ار ان اي بيشتغل بيشتغل كانزيم، فوجود ار ان اي مولكيولز ذات فانكشنز از انزايم، هذا معناه انه نوت اول بيولوجيكال كاتاليستس ار بروتين، في انزيمات بتكون عباره عن ار ان اي، مو دائما بيكونوا عباره عن بروتينز. اوكي بحكي لك حتى العمليه الار ان اي سبلايسنج عشان نتخلص من الانترونز ممكن ما تحتاج وجود سبلايسوسوم اصلا، ممكن نفسهم الانترونز يشتغلوا كانزيمات ويقصوا حالهم ويطلعوا لحالهم، اوكي لانهم عباره عن ار ان اي. تمام، طب شو اللي بيميز الار ان اي بيخليه يشتغل كانزيم؟ اول نقطه انه الار ان اي عباره عن سنجل ستراندد نيوكليك اسيد، فبالتالي الار ان اي مولكيولز بتقدر انها تلف على بعضها وتصنع 3 دايمنشنال شيب معين لها، وال3 دي شيب حكينا بيساعدها انها تشتغل كانزيم. اوكي نفس فكره البروتين بتحتاج 3D شاب معين. اوكي هلا احيانا البيزز اللي موجوده على الار ان اي، القواعد النيتروجينيه تبعتها بتحتوي على مجموعات وظيفيه او فانكشنال جروبس، فبالتالي الفانكشنال جروبس هاي ممكن تشارك بعمليه الكاتاليسز. تمام، وثالث خاصيه للار ان اي اللي بتخليه يشتغل شغل الانزيم انه الار ان اي بيقدر انه يرتبط باجزاء ثانيه من الاحماض النوويه، مثل ما حكينا سابقا بالسبلايسوزوم. السبلايسوزوم حكينا عنا جزء صغير من الاس ان ار ان ايز، هدول اللي لونهم احمر جوا الخيط الاحمر اللي جوا البروتين، هاد بيقدر انه يربط بالجهات تبعت تبعت الانترونز اللي بده يقصها، فبالتالي ار ان اي ارتبط مع ار ان اي وقدر يقصه. اوكي فهي فكره انه الار ان اي بيقدر يشتغل كانزيم.